مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا جمال الصحه. اليوم زي ما انتم شايفين احنا في الحديقه، كنت حبينا نغير الباك جراوند ونطلع لكم بشيء حقيقي. معانا اليوم الدكتور احمد، اهلا وسهلا فيك دكتور. ها، وبدهم يعرفوا شو موضوع الاكزيما، ليش بيصير الاكزيما، هل الاكزيما بتصير بسبب مشاكل خلقية، مشاكل جينية، هل هي بتسبب عوامل من البيئة؟ هنتكلم عن كل هاي الشغلات مع الدكتور اليوم إن شاء الله. شرفتنا اليوم، بدنا نتكلم عن موضوع مهم وهو الأكزيما. دكتور أحمد هو طبيب أخصائي أمراض حساسية ويعمل في عيادته الخاصة اللي موجودة في منطقة كندا في مدينة أوتوا، من الأطباء اللي نفتخر بهم من أبناء الجالية العربية. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. الله يحييك، وشرف إننا نكون معكم. شكرا لكم على كل اللي بتعملوه. طبعا هاي مش اول مره بتستضيفنا او بنستضيفك، بنحكي احنا تستضيفنا لانه احنا في عقر منزلك زي ما بيحكوا في الامور الحساسيه. دكتور، بدي نسالك سؤال مهم جدا، يمكن بيأرخ كثير من الاهالي خاصه اللي عند اطفالهم في الاكزيما. شو هو مرض الاكزيما بالضبط؟ انا كثير بشوف يعني اما سوء فهم أو عدم وجود معلومات كافية حوالين الإكزيما، سواء عند الأهالي أو عند حتى للأسف بعض الأطباء حتى يعني بالكوميونيتي. الإكزيما هي عبارة عن مرض جلدي، بتكون القابلية له عند الطفل موجودة من الولادة، بس مش شرط يكون طالع هو وقت الولادة. يعني في ناس بيقولوا طب هو ما كان عنده أول من ولد، صح، بس هو مخلوق إنه يصير عنده إكزيما فيما بعد، مثل الواحد بيكون مبرمج إنه على 50 ممكن يصير سكري أو ضغط، فهذه الأشياء موجودة من الولادة القابلية لها، ولكن تظهر في أي وقت مختلف. يعني في أنواع حسب الظهور متى طلع، يعني اللي بيطلع عنده إكزيما من عمر مثلا شهرين ثلاث غير عن اللي بيطلع عنده إكزيما على عمر الأربع سنين خمس سنين، ففي فروقات بينهم، وهي اللي بتعمل برضو بلبلة عند الناس، لأنه ممكن يسمع من دكتور معين نصائح عن الإكزيما اللي طلعت في طفل عمره ست شهور وبيجي بيحكيها لجارهم ابنه بصير عنده إكزيما على الخمس سنين، بفكر إنه هاي مناسبة لهاي، والاثنين مختلفين تماما. الإكزيما باختصار خلايا الجلد بدل ما تكون عاملة مثل هيك، يعني مترابطة ومتراصة حتى تحمينا، خلايا مريض الإكزيما لو احنا عملنا له تحت الميكروسكوب هنلاقيهم هيك متفسخين وبيناتهم فراغات، من هذه الفراغات بدخل المواد المحرشة للجلد. يعني لو هو اجت على جسمه اي ماده كيماويه، الكيماويه ممكن تكون الافينو اللي بنحط او اي ماده معطره او حتى الماده المستخدمه في غسيل الملابس، السوفنر اللي بنحط عشان يطر الملابس، اي شيء كيماوي خاصه الشيء اللي له ريحه تدخل عبر مسام الجلد وبتعمل تحسس تحت الجلد. هلا مش شرط حساسيه عشان نفرق زي ما حكينا مره ماضيه الرجي وسنسيتيفيتي، انا بحكي هون عن سنسيتيفيتي، تحرش او تحسس تحت الجلد، فالاكزيما بتزيد وبتصير فليرز رايحه وجاي. تلاقي الناس بقول لك هو اعطيته الدواء بس ما نفع، طب كيف ما نفع؟ راحت الاكزيما وبعد اسبوعين رجعت. لا، ما هو هذا معناته نفع، لانه الدواء مش حيشفي من الاكزيما. الاكزيما تماما مثل السكر مثل الضغط، اذا صابتك ما في دواء تاخده والله حطيب من الاكزيما، لانه بيجوا الاهل مرات بدنا دواء يطيب من الاكزيما، انسى، هاي الواقع ما فيش. بس المليح في الإكزيما مقارنة بالأمراض الثانية إنه على الأقل 50% حيطيبوا منها، حيطيبوا 50% من الأطفال حتروح منه لحالها. متى؟ الله أعلم، ما في طريقة نعرف. فهي باختصار هيك نبذة عامة عن الإكزيما، وبعدين نيجي في شو علاقتها حب الألرجيز والعلاجات إلى آخره. يا هذا السؤال الثاني، هل الإكزيما حساسية؟ هل الإكزيما التهاب؟ هل الإكزيما فيروس؟ إيش اللي بيصير؟ حلو، هي كل اللي حكيتهم مع بعض الخلطة صح على فكرة، بس السؤال مين قبل مين، الجاجة ولا البيضة؟ ولا البيضة ولا الجاجة؟ آخر نظرية في الإكزيما وحساسية الأكل طلع فيها واحد اسمه جدعون لاك، بروفيسور في بريطانيا، اكتشف إنه عكس ما كنا دائما نفكر، إنه إذا عندك أليرجي مثلا
للحليب، شربت حليب بزيد عندك الإكزيما، أو عندك تحسس للدست بصير عندك إكزيما، أو عندك تحسس للبيض بصير عندك إكزيما. والأهل مرات بتزبط معهم ولك وقفنا الحليب وقفنا البيض، الإكزيما راحت خفت كثير. طلع كل هذا نونسنس. طلع اللي بصير العكس، إنه أنت ببلش الموضوع بالجلد، الخلايا اللي مثل هيك، ولما يدخل البيض أو الحليب أو أي أكل معين طبعاً الآن بحكي عن البيبيز الصغار، بحكيش عن اللي عنده إكزيما عمره 5 سنين عشان نفرق. بس البيبيات الصغار هو انولد وعنده الجلد يعامل مثل هيك، مش شرط الإكزيما مبين عليه، ممكن لسه ما في أحمر وما في الجلد الخشن اللي بصير إلى آخره، لكن الأم بتحضر أكل وما لها علاقة باللي هي بتاكله وهي بترضع. يعني برضو كمان هاي مشكلة تانية بحكول عنها دائما. على فكرة حطرة نط كثير معك في المواضيع، لأنه من كثر ما الناس بتيجي بتعطيني أفكار كلياتها مغلوطة. ممتاز. مش لأنها هي أكلت حليب أو بيض الأم فهي عملت له الأكزيما من الحليب والبيض اللي هي بتاكله، بتروح هي موقف الحليب والبيض وضارب الدايت تبعها ولا فيتامينات كفاية ولا ماخذ بروتين كفاية ومخربة على حالها وحارمة حالها من اللي بتحبه عشان بلكي الأكزيما تروح، ومش حتروح. الفكرة إنه الجلد بصير يمتص هاي الأكل اللي الأم لما حضرت الأكل ولمست الطفل باللمسة، أنا بحكي ما بحكي عن الأكل، فدخل البيض بجزيئات بالمايكروغرام، أنا ما بحكي عن قطعة بيض حتفوت تحت الجلد، دخل تحت الجلد. الجلد إحنا لشو مصمم؟ الجلد هو عبارة عن الحدود تبعت الجسم، وفي باترول كنترول، في حرس حدود دائما بلف هناك، خلايا معينة بسموهم خلايا دندريتك سيلز، خلايا متعددة الأذرع، هاي بتكون تمشي تحت الجلد وفي كل الجسم سكرينينج عامل للحدود، ما بدنا شيء يقتحم هذه الحدود. فالجلد لما يكون اصلا فيه ثغرات لانه فيه اكزيما حيقتحموا الحدود. صح. هلا شو وظيفه هاي الخلايا؟ اي شيء بيقتحم الحدود يعتبر عدو. فانت لما بتشوف الاكل اكل معين عده مرات عن طريق الجلد والطفل لسه عمره 4 شهور 5 شهور لسه ما اكل، اذا شفت الاكل عبر الجلد قبل ما تشوفه عبر الامعاء، الشانسز اعلى انه يصير عندك فود اليرجي، لانه الجسم راح يعتبره عدو. بينما لو شفت الاكل عن طريق الامعاء قبل ما تشوفه عن طريق الجلد، بيكون الجسم عامل له توليرانس وطلع خلايا تعتبره صديق. فكل الفكره هون انه اذا الطفل اللي عنده اكزيما تعرض لهذا الاكل بكميات متكرره كثيره قبل ما يصل 6 شهور ويبدا ياكل، في عنده فرصه اعلى يصير عنده حساسيه للاكل نتيجه للاكزيما. هو لما يتشخص على السنة عن طريق الدكتور انه عنده اكزيما وعنده فود اليرجي، الاهل حتى الاطباء بعضهم بفكر انه هو لانه كان عنده فود اليرجي صار عنده الاكزيما، هي العكس، لانه جلده كان مثل المنخل دخلت منه الاكل وعملت له التحسس. وهنا بيجيني الفكرة المهمة اللي لازم اشرحها فورا ومش هخليها للاخر، انه كيف امنع الفود اليرجي في حالات الاكزيما، شو بامكاني اعمل حتى ما يصير عنده فود اليرجي. شغلتين، الشغلة الأولى المويسترايزر اللي بينحط المرطبات الجلد، وما بيعنينيش الماركة أي نوع أي اسم مش فرق، اللي أرخص جيبه حتى لو فازلين، إشي يسكر المسامات. تذكر إن إحنا حكينا في ثقوب في الخلايا بين الجلد، لما بتحط المويسترايزر تعمل عزل، بهاي الطريقة بتمنع دخول المحرشات وبتمنع دخول الأكل اللي حيصير يعتبر عدو ويعمل أليرجي. يعني استعمال المرطبات الجلد ضروري جداً. وإذا أنت شاكك إنه ابنك ممكن يصير معاه إكزيما، شوف شك، لأنه الأب أو الأم عنده إكزيما، أنا ممكن أبدأ هاي المرطبات من عمر صفر، من أول يوم بعد الولادة، حتى أمنع هاي المسامات إنها تدخل أشياء، لأنه مرات بتكون بعد ما الإكزيما بينت بيكون خلاص أنت أوريدي توليت، أنت أوريدي صار داخل بلاوي كثير على الجلد. فإذا فيك تستعمل مرطبات من الولادة بالأطفال اللي في عندهم في الأسرة سيرة مرضية للإكزيما بيكون شيء رائع. المرطبات مش مره ولا مرتين باليوم، ممكن تحط 6 مرات باليوم، هي مش دواء، انا مش حاطط ستيرويد وكورتيزون، حاطط بس مرطبات تغطي المسامات اللي مفتوحه كبيره بالجلد، وبهاي الطريقه انا بخفف نسبه دخول الاكل عن طريق الجلد. هاي اول وحده. الثانيه ايرلي انترودكشن اوف فود، اعطاء الاكل بمرحله مبكره للبيبي، يعني بين 4 ل 6 شهور. لاحظ انا بقول 4 اشهر، ال WHO ونظمه الصحه العالميه بتقول اذا الواحد بريست فيد او بياخذ رضاعه طبيعيه ما لازم ياكل اي شيء ثاني قبل ال6 شهور. انا بقول اذا في حاله عندنا اكزيما، اذا الطفل بامكانه، احنا ما حنجبره يتشردك وبعديها يموت، احنا بنحكي عن الطفل اللي قادر يبلع، اذا الطفل قادر يبلع الاكل، وهي ببين لما الاهل يجربوا معه، بين 4 شهور ل6 شهور the sooner the better.
لانك انت لما تعرض عليه الاكل بدري اذا هو فيه ياكل زي ما حكينا مره ثانيه بعيدة لثالث مره عشان مش حد يعطي الطفل مش عارف ياكل ويتشردق فيه ولا الدكتور اللي حكى لنا هيك اذا بيعرف يبلع بدون ما يتشردق ياخذ الاكل the sooner the better لانه في هاي الحاله انت حتبني المناعه على الاكل داخل الامعاء لانه الامعاء مصممه تستقبل اكل فباللحظه اللي بتعرف الطفل على الاكل عن طريق الامعاء فرصه انه يصير عنده حساسيه له اقل بكثير من الطفل اللي ما تعرف عليه عن طريق الامعاء وتعرف عليه اول مره عن طريق الجلد. طبعا لما بدي ابلش بالاكل اغلب الاخصائيين والتغذيه بقول لك بدك تبلش بالجرين فروت ولا جرين فيجيتابل وبعديها اليلو ولا مش عارف ايش. انا في حاله الاكزيما حبلش في اي شيء ممكن يعمل الرجي. يعني انا اللي اغلب الناس بتعمله هو العكس انه عشان عنده اكزيما وخايفين من الفود الرجي بقول لك اخر للبيض شوي، اخر للبينات شوي، اخر للسمك شوي. لا هي بالعكس، اذا عنده اكزيما اعطيك مثال اكستريم، هو عنده اكزيما واخوه عنده اكزيما وابوه عنده اكزيما وامه عندها اكزيما وابوه عنده الرجي للبيض وامه عندها الرجي للبينات، اول شيء حاطيه هو البيض والبينات. هيك حبدا فيه اقول لك يعني انت بدك مش بدها موته، أنا بدي إياه إذا ما صار لسه عنده ألرجي. ممكن يكون طبعا صار لأنه إحنا صار له 6 شهور أو 4 أشهر ما بيأكل هاي الأشياء، ما فينا نطعمه من الولادة بيض وبينات يعني. بس إنه ممكن يكون ما صار عنده لسه الألرجي، فإذا كشفناه بدري ورحنا معطينه الأكل إحنا بنمنع الألرجي، فضروري نعمل هاي الخطوة اللي بتخوف كتير ناس. هلا ليش أنا بقوله ما يخافش؟ افرض عنده ألرجي، افرض هو صار أصلا مبرمج إنه عنده ألرجي للبيض، حساسية البيض. طب شو حيصير لما نعطيه بيض؟ بيورموا شفايفه، ممكن يصير عنده شوية طيب. راح الطفل في كندا من استقلال كندا 1867 لحد الآن كم طفل تحت السنة مات من الفود أليرجي؟ صفر. فنسبة الوفاة من الفود صفر، مش واحد في المليون، صفر. فإذا عندك فرصة تعطي الطفل بلو ريسك وتخليه انه ما يصير عنده أليرجي في المستقبل، فرصتك هي وهي هو صغير كثير. اللي بيموتوا من الفود أليرجي اغلبهم فوق الخمس سنين مش واضح. تحت السنه. فتحت السنه ان طارت فوميتنج وهايفز وسوولن ليبس، خذوا على الطوارئ، ما انت مش نهايه الكون. هتقولي طب ليش اوجع راسي؟ ليش توجع راسك؟ هي انت حر، انا مش حاجبر حد يعمل هيك، بس الفكره انه اذا ما كان صار عنده أليرجي وانت عملت هاي الحركه وما طلع عنده رياكشن وظلوا يأكل من هذا الأكل، أنت حميته من أليرجي وجع راس وحمل إيبيبين وظلوا خايف بالمدرسة وتيزينج في سكول وينحرم من أكلات بحبها. أنت في بإمكانك فرصة ذهبية هالويندو هذا 4 إلى 6 شهور إذا هو قادر يأكل وتعطيه الأكل، أنت حميته من الأليرجي. فأنا برأيي بسوى يعني إذا الثمن كان والله مش كل الأطباء وراش خلص، بس مش فضل. كل الأطباء دكتور بيعملوا هذه النصيحة أو بقوموا بهذا. أنت سمعت شو حكيت أول الحلقة؟ قلت لك 90% من الأهالي ما بيعرفوا و85% من الدكاترة ما بيعرفوا للأسف. هلا يمكن دورنا إحنا كأليرجي إنك تفهم الدكتور اللي مش أليرجي، ومش ذنبه على فكرة إنه ما بيعرف، لأنه إذا أنت أنا مثلا فاميلي ميديسن يكون هو بيفهم بالضغط وبالسكر قدي على 10 مرات، أنا مش شغلتي ما حفهم فيها، ودكتور الباطني بيفهم برضه في اشياء ثانيه انا ما لي علاقه فيها، ودكتور الاعصاب ما لي علاقه فيها. فهي المشكله عندنا احنا الجاب هو في النولج تبع الالرجي. يعني هاي الاشياء اللي طلع فيها جدعون لاك هاي 2012 طلع بهولندا مثلا اول دوله في العالم طبقتها من 2008، كندا دخلتها على الجايد لاينز ب 2014، احنا لسه متاخرين كمان عن العالم كله، برغم ان انا كنت من 2010 احكيها للناس بناء على النموذج الهولندي اللي اثبت نجاعته. فإحنا كان زمان العكس، كنا نقول أجل الأكل قدر الإمكان. الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس حتى ب 2008 كانت حاطة أنه أجل الأكل بالحمل، حتى بعده عن البينات وبعده عن البيض وبعده عن الهايلي ألرجينيك فود حتى من فترة الحمل كانوا يحكوا للأمهات. هذا كله طلع بالعكس، طلعت الألرجي بتزيد في العالم من تحت رأس هذه الجايدلاينز. الآن صار إثبات علمي إلها في ستاديز كبيرة، وأول ستادي طلعت لواحد اسمه جورج دوتوا، درسني هذا الألرجي في بريطانيا، كان هو أول واحد عملها بستدي رسمية، درس نسبة الألرجي عند اليهود الأشكناز اللي عايشين في لندن ودرسها عند اليهود اللي بفلسطين. طلع اليهود اللي بفلسطين عندهم الألرجي 1 على 8 من نسبتها عند اليهود في بريطانيا.
ونحن نحكي الآن نفس الجينات لليهود الغربيين الأشكناز، فاللي اكتشفوا إنه البينات أليرجي كانت أقل بكثير في فلسطين لأنه في عندهم مثل الشيبس ببيعوه اسمه بامبا، وهذا البامبا بيكون جواته بينات بيأكلوا الأطفال من عمر 6 شهور، بيحطها في تمه بتمص مص بالدوم. فاكتشفوا إنه الإيرلي إنترودكشن إنه أنت تعرضهم للفستق من هذا العمر كان حامي لإلهم وخلى الأليرجي عندهم ثمن الأليرجي عن نفس المجموعة العرقية اللي موجودة في بريطانيا اللي ما بيقدموا البينات إلا العمر 2-3. وكمل استدي على 5 سنين، يعني مش مرة ومرتين، عملوا استديز على فكرة على المويسترايزر هذا اللي بنحط على الجلد، قال لك أنت جيب مرضى إكزيما وضلك حط له دهون من عمر 0 لعمر سنة، واحد تاني خلي أهلهم على مزاجه يعطوا دهون ما يحطوش الدهون بدون ما نعطي أكل حتى بدري، بس تحط الدهون اللي حكيت عنه يغطي المسامات. اكتشفوا أنه على عمر السنة اللي حطوا دهون نسبة الفود أليرجي عندهم النص مقارنة بالتانيين، يعني أنت بتحمي من حساسية الأكل في حالة الإكزيما بس بشغلتين، حط المويسترايزر وغطي هالمسامات المفتوحة بالجلد وطعم الطفل في أسرع وقت ممكن، وابدأ باللي خايف منه مش تأجله، هو أول واحد. واضح. طيب دكتور، هلا معناها انه هذا في 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 عامل وراثي، ما دام بيبدا مع الطفل من البدايه في عامل وراثي، بس هل هذا معناه انه كان والديه معاهم لازم يكون معاه ولا مش شرط كمان؟ لا لا، هي كلها هاير تشانسز، مش انه لازم يكون معاه. يعني اذا الاب حامل لجين الاكزيما 10% نسبه انه اولاده يصيروا حاملين للمرض او معهم المرض، بس مش معناته انه كل واحد، يعني 90% مش شرط. لأن معنى على فكرة 90% و10% مش إنه إذا عنده 10 أولاد واحد منهم حيطلع إكزيما و9 لا، هي معناها إنه لكل طفل حظه 10% يصير معاه، ممكن 5 أولاد عنده والخمسة 10% تيجي فيهم يعني ويطلع الخمسة عنده، فهي نسبة وتناسب وجامبلينج وقت خلطة الجينات عند التخصيب وما بتضمن شو راح يصير، لكن كل ما يزيد في الأسرة بتزيد نسبة الإكزيما عند الأطفال، وكل ما يزيد في الأسرة نسبة الفود أليرجي بتتضاعف عند الطفل. بس في نفس الوقت بحب دائما أطمن الأهل، كلمة بتتضاعف بتحس أنها ضخمة وكبيرة. اللي عنده مثلا أليرجي اللي ما عنده أليرجي للبينات في العيلة، أي طفل في كندا نسبة أنه يكون عنده أليرجي للفستق 2.5%. طيب إذا واحد من الأهل عنده أليرجي كمان للبينات، نسبة الطفل بتصير الضعف، يعني 5%. فبرضه ما نقولش كلمة ضعف انه واو طب انا ما هعطيه، لا، هو اذا انت اصلا ابوه او الام عنده بينات اليرجي الصح على 6 شهور او قبل اذا فيه ياكل بطعمي بينات. على اسوأ الاحتمالات برد عيدها للمرة العاشرة سوولن ليبس او هايبس او شوية مراجعة، مش نهاية الكون. انت هيك بتكون عرفت وبتحمل ايبيبين وبصير عند ابنك اليرجي وهيك اطمنت انه ممنوع اعطيها مره ثانيه، وهي الاجراءات اللي لازم اعملها، واذا ما طلع اي خير وبركه، احلى شيء انه هي انا فيي اضل اعطيه بينات علشان امنع انه يصير عنده اليرجي في المستقبل للبينات. طب دكتور، انا في سؤال يمكن يعني هو الشائك، ما هي علاقه الاكزيما بالربو والحساسيه؟ انت بديت تحكي شوي عن الحساسيه، لكن بدنا نشوف هل فعلا الأكزيما بسبب حساسية زي ما بيحكوا الناس وزي ما بيطلع في الـ في الـ في الـ في الـ بين الناس، أو بسبب ربو أو العكس، شو هي العلاقة هاي؟ هو اللي بصير اللي عنده أكزيما زي ما حكينا الجلد خلاياه هيك، داخل الرئة داخل القصبات ممكن كمان الخلايا يكونوا هيك، وبالتالي بيدخل منها برضو الأشياء اللي بالهواء اللي هي الدست مايت او اشياء البولين الى اخره، تتسبب في التهابات اكثر في القصبات عندهم لانه خلاياهم فيها هذا الديفكت. فلهذا السبب بتلاقي اللي عنده اكزيما نسبه انه يصير عنده ازمه بعديها اكثر. بس هون العلاقه بسميهاش سببيه، واللي بصير انه عندك نفس الديفكت في خلايا الانف وفي خلايا القصبات وفي خلايا الجلد، وعن طريق نفس الديفكت بدخل الاكل زي ما حكينا بالاطفال الصغار الصغار ممكن يعملهم الفود اليرجي، او بدخل البولن والدست وهذه الاشياء على الانف وبتعمل الاليرجيك راينايتس اللي هي التهاب الانف التحسسي، او ممكن تنزل على الرئتين وتعمل له ازمه. بس هل كل واحد لازم يصيروا فيه كل هاي الاشياء؟ لا. ومن قبل كانوا يحكوا في شغله اسمها الاليرجي مارش، اللي هو انت بلش ما بلشت تركض في هالموضوع كله حيصير معك، حيبلش في الاكزيما
وصير أزمة وبعدها allergic rhinitis اللي هي الهي فيفر بسموها على عمر 5-6 سنين. لا مش شرط، ممكن يصير واحد منهم، اثنين أو الثلاث. وكل ما يكون عندك family history خلطة للثلاث أنواع، نسبة أنه الطفل يطلع فيه الثلاث أنواع أعلى. بس أوكي. مش قضاء وقدر محتوم هذا، لأنه أنت في النهاية إذا قدرت تحط enough moisturizers وتحاول تخفف من نسبة التعرض للمحرشات في الجسم، أنت ممكن تساعده أنه ما يصير معه. لكن ما تقدر تمنع 100%، لو شو ما تعمل ما تقدر تعمل 100%. واضح. طيب هاي يمكن الجملة اللي عمره 5 سنين اللي بلش إكزيما على كبر، هاد الأكل خلص توطن في جسمه إنه الانتستين عملت مناعة على الأكل، فما بتلاقي اللي عمره إكزيما 5 سنين برضو بيجوا الأهل تعال نفحصوا للبيض والحليب، برفض حتى أفحصوا للأكل، ما له علاقة بالأكل، انسى. اللي بلش كبير مش عمر شهور، هذا أكثر عنده حساسية للبولين وللدست ولهي الأشياء، لأنه الأكل أوردي انحمى لأنه أكل بدري قبل ما يصير الإكزيما عنده، فهو نفد منها. لكن الأشياء اللي بالجو البولين هي اللي حزيد عنده نسبة التحسس كنتيجة للإكزيما، برجع بقول مش كسبب للإكزيما، هي ناتجة عن وجود الإكزيما وليس العكس. بس طبعا لما يصير عندك تحسس للشجر ويجي البولين على إيدك حيعمل الإكزيما أسوأ، فأنت بصير هنا سايكل بتلف. يعني السبب هو في الديفكت اللي بالجلد او بالخلايا، عمل عندك تحسس، لما صار تحسس الماده اللي بتتحسس لها لما تدخل على جسمك بتخلي الاكزيما تفيع بزياده، فهنا بصير سايكل، بس مش انه السبب بالاساس بالحساسيه، الحساسيه هي ثانويه مش اوليه في الموضوع. طب دكتور في سؤال سريع يمكن ومهم، الوقت، العوامل الجويه، الليل والنهار، هل في تغيرات بالخريف والربيع والشتاء والصيف، درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، هل في عوامل بتأثر على زيادة الهيجان في الإكزيما أو قلته؟ أكيد. ممتاز. هسا إذا أنت عندك الإكزيما، ثلث مرضى الإكزيما عندهم حساسية وثلثين ما عندهم حساسية. طب الثلث اللي عنده حساسية والحساسية صارت بسبب الإكزيما وهي نفسها بتزيد الإكزيما والدويرة بتلف وما بتخلص، هاي فهمناها ليش الإكزيما كل شوية بتفوع عنه. طب واللي ثلثين ما عنده حساسية بالرغم أنه فاتح الجلد هيك بس ما تحسس لا لجو ولا لغبرة ولا للمولد ولا للكاتس ولا عنده حتى قطط أو كلاب في البيت، لأنه إذا عنده قطة أو كلب في البيت وتحسس إلهم الإكزيما حتزيد أكثر، هاي من العوامل البيئية برضه. اللي ما عنده حساسية زي هيك، الأشياء اللي بزيد الإكزيما الجفاف، كل ما الجلد يكون جاف أكثر الإكزيما حتفوع أكثر. لو انت الجفاف بزيد في كندا اكثر شيء بالشتاء، لانه الحراره انت مولع شيء في البيت عشان تدفى بغض النظر عن نوع التدفئه، هذه بتسحب رطوبه من البيت، فالجفاف اللي بصير بالشتاء بخلي الاكزيما أسوأ ما تكون بالشتاء، خصوصا في الناس اللي ما عنده حساسيه. اللي عنده حساسيه للجو لكن الاكزيما زادت عليه في الربيع او بالصيف، هاي برضه من الاشياء اللي بتفرق بين النوعين. اذا الاكزيما اغلب وقتها بالشتاء أسوأها بالشتاء، إذا أنت من الموضوع عدم التحسسي إنه لا عندك بولن في الشتاء ولا في شجر ولا في حشيش ولا في أي شيء من الأشياء الرئيسية. بس ممكن طبعا يكون القطط والكلاب إذا عنده قط وكلب في البيت، بس في هاي الحالة حيكون الإكزيما طول السنة لأنه القط والكلب طول السنة موجود في البيت. طيب. البرود الزايدة بتزيد الإكزيما عند البعض، الحرارة الزايدة مع التعرق كمان بتعمل تحرش بالجلد وبتزيد الإكزيما، اللي بيسبحوا الكلوراين اللي في البركة كمحرش وليس كأليرجي، لأنه بيجوني مرات بدنا نفحص حساسية الكلورين، الكلورين بيعملش حساسية في أي بني آدم الله خلق، الكلورين محرش مش محسس، ما بيعملش حساسية، ما إله تست. إذا بتحط رجلك في الكلورين وصارت تلسع اعرف أنه أنت عندك تحرش إريتيشن من الكلورين، فما بنسميها أليرجي، بس عشان المصطلح نصلحه لأنه مش هينفع ينفحص له، أنت طبيب نفسك، كل ما تنزل في بركة فيها كلورين جلدك بصير يلسع، كل ما تنزل في مية ما فيش فيها كلورين جلدك كويس، تمام؟ إذا أنت ما تنزل في مية فيها كلورين كثير. فالجفاف الزايد، الحرارة الزايدة، البرودة الزايدة، التعرق الشديد، فعشان هيك مرات الإكسرسايز بزيدها في الناس اللي أكبر، طول الأظافر بزيدها على فكرة، لأنه أنت لما بتحك بأظافر أطول وأقوى أنت الجلد اللي أوردي متفسخ فسخته أكثر، فهاي أوكي. كمان مهمة قصة الأظافر عندهم. البكتيريا اللي على جسمك، كل إنسان فينا في على جلده مليارات من البكتيريا، إذا هاي البكتيريا بيموت منها النوع المليح وبضل النوع السيء، إكزيما عندك بتزيد أكثر.
طب كيف ممكن البكتيريا المليحة عندنا تموت؟ بالأنتيبيوتكس اللي ما لها داعي كثرها. فاللي بياخذ مضادات حيوية على الطالعة والنازلة ولا الفيروس ولا الرشح ولا الفلو اللي أصلا مش محتاجة أنتيبيوتك، أنت بتقتل البكتيريا الجيدة في داخل أمعائك، وحتى بتأثر على الريزيستنس تبع البكتيريا اللي حتى على جلدك. صحيح. في ناس صاروا يبدوا يحكوا حاليا عن أن نعالج الإكزيما عن طريق أن ناخذ بروبيوتكس. نعم. ونمنع الفود أليرجي عن طريق البروبيوتك اللي هي البكتيريا الجيدة الحميدة. طبعا لسه مش مثبت علميا، لانه يمكن احنا اغلبهم نعطيهم اياها والوقت صار متاخر. انت هتعطيه بروبيوتك على السنتين وفوق، طب ما هو اللي خرب قبل السنتين، هاي المشكله. فمش دائما بتفيد، مش لانها هي ما بتفيد، لانه احنا متاخرين في الموضوع كثير. فكثر الانتيبيوتك برضه بزيد من كل امراض الحساسيه، وهي يمكن حكيناها المره الماضيه انه البيئه المعقمه زياده عن اللزوم هي شر في موضوع الحساسيه. لازم تتعرض لكميه معينه من القذاره بدرجه اللي لا تضرك من ناحيه امراض، بس في نفس الوقت تقوي مناعتك انها ما تشتغل فيك انت وتعمل لك حساسيه. انه هي فعليا الحساسيه مش السوء في الماده اللي انت متحسس لها، هي سوء تقدير خلاياك اللي فكروا هاي الماده عدو وهي مش عدو. هي باختصار يعني. واضح. طيب دكتور، خلينا نسال اهم الاعراض اللي ممكن تطلع. يعني في ناس يمكن عندهم اكزيما وبشوفوا الشغلات هاي، بس اللي ما عنده اكزيما كيف يعرف انه هذا هي اكزيما ولا هو مرض جلدي آخر؟ شو الأعراض اللي بتطلع؟ هلا بالأطفال اللي أكبر شوي، بالصغار بصراحة في أي محل بتطلع، فصعب تحدد وين هي. بس في الأولاد اللي أكبر شوي يعني فوق السنتين بتطلع في المناطق اللي بتنثنى، يعني إيدك هنا في هذه المنطقة بس ما حتيجي على الكوع من وراء. اللي بيجي هون بيكون الصدفية الزورايسس، اللي هون بتكون الإكزيما، أو خلف الركبة يعني محل ما بتثني، الرقبة محل ما أنت ممكن تثني، في ناس بطلع له وراء الذنين محل ما أنت بتثني، فهاي المواقع الأكثر. طبعا هاي ممكن تكون هيك زائد على البطن أو على الظهر، يعني كل ما تكون أسوأ بتكون منتشرة في كل الجسم، بس لو كانت محدودة أو متوسطة بتبدأ في المناطق اللي بتنثنى بشكل عام. الشكل تبعها مش شرط يكون شكل معين واحد، في منها بتكون نقط صغيرة وفي منها بتكون بقع، يعني بقعة ممكن تكون بهذا الحجم. هذه البقع ما إلها حد واضح، يعني مش إنه أنت بتقدر في قلم هيك ترسم وترسم الحد، بتلاقيها هيك شوي حدودها مش واضحة، وبيكون الجلد جاف كثير، بيكون في تشقق عليه وواضح يعني من الملمس تبعها إنها خشنة، واللون زهري بشكل عام، وما بتكون مرتفعة بشكل عام عن الجلد، ولو انه في انواع ممكن لما تصير كرونيك ومزمنة جدا تصير مرتفعة، بس بشكل عام ما بتكون فيها طفح جلدي مرتفع مثل قرصة الهسس، لا بتكون فلات على الجلد. واضح. وطبعا الحكة هاي دائما موجودة دكتور ولا مش شرط؟ هاي الحكة اساسي، لا بلا حكة مش حتكون اكزيما. وللاسف الحكة طبعا بتؤدي لامور اخرى، بتؤدي لسوء نوم، لانه كثير مرات من هذول الاطفال ما بينام مليح بالليل، لانه تخيل بده يضل يحك فبيصحى من كثر الحك. وهي من الاشياء اللي بتؤدي لامور اخرى، يعني الاكزيما مش بس موضوع انه والله جلده شكله مش حلو، انه اغلب الاهالي خصوصا بالاطفال الصغار هو بس حامه الجلد يكون شكله كويس، مش مهتم انه يعطي الاكل بدري حتى بعد النصيحه، يعني عشان يمنع الفود اليرجي بضله خايف وخايف وخايف، فيصير فود اليرجي واكزيما، يعني مش انه حتخلص من واحده حيطلع باثنين. بالكبار شوي 13 و14 و15 الإكزيما مش بس مرض جلدي وخلص، الإكزيما معناها بور سليب وما نمشي كويس، ما ركزش في مدرسته، اضطرابات بالتصرفات لأنه بصير هايبر أكتف من كتر أنه هو مش نايم مليح، بصيروا في المدرسة يتخوتوا عليه وعلقوا على شكله، فبتعمل عندهم ديبريشن، بتعمل أنكزايتي، عرائهم المريض اللي شكل الإكزيما عنده سيئة كتير بالوجه مثلا، فرصهم في المجتمع على الأقل نحكي على المجتمع الغربي انه والله يلاقي ديتنج ويطلع مع واحدة وعمره 16 سنة نسبته اقل بكثير من واحد ما عندهش اكزيما، تدخل في مشاكل ديبريشن وحتى ممكن تصل للانتحار، لانه لا هو لا المجتمع يتقبله ولا بنام مليح ولا بيعرف يركز ولا بالمدرسة تركينه في حاله الاطفال الاخرين ولا لاقي دواء اللي ياخده وينهي الموضوع بالكامل، لانه زي ما حكيت ما في علاج شافي من الاكزيما في اي مرحلة عمرية، هي كلها ادوية اللي انت تتماشى مع الموضوع وتعيش معه وتخفف من شكله ومن آثاره الجانبية، لكن ما في علاج قطعي. وانت حكيت شغلة دكتور يمكن اللي هو موضوع النوبة الحكية، لما بتصير الأظافر هاي كلها البكتيريا اللي موجودة
عشان هيك انت دائما بتحكي انه لازم نقص الاظافر بالضبط، لانه برضه بتوسع المسامات اللي حكينا عنها، انت كل ما تحك الجسم بطريقه اصعب بتوسع المسامات. الشيء الثاني اللي بيوسع المسامات على فكره، وكثير ناس ما بتنتبه له، او يعني بيكون الدكتور اللي شرحها هو نفسه مش فاهمها. يعني لو اجى دكتور حكى لك انا ما بدي ازيد الجفاف، فعشان هيك بعد ما يتحمم مباشره الطفل لازم تعطيه المويسترايزر تحطه على الجلد. فاي واحد يفكر فيها هيك منطقي، كيف انا بدي ازيد الجفاف بانه اتحمم؟ انا حاط عليه مي، صح. كيف الجفاف بدها تزيد لما نتحمم؟ فانت يعني لو سأله هيك هو حينحرج، وهذا حيسكت، وهذا مش فاهم شو اللي بصير. مشكلة هي الفكرة مش انه زاد جفافه وما زاد جفاف، تخيل انه الجد لما صار هيك ومع ثقوب داخله صار مثل الاسفنجة، لما بتفوت المي جواته بعد الحمام شو بصير؟ بينفش. فالفتحات بصير اكبر، فالبلاوي بتدخل اكتر. يعني هي فكرة الحمام مع الاكزيما كثر المي بزيدها لانه بدخل جوا المسامات وبروح نافش، لما نفش كبره فصارت الفتحات أسوأ، أسوأ ما تكون فتحات الجلد في مريض الإكزيما بعد الدش. عشان هيك ثلاث شغلات نتذكرها، أول شيء يكون دش على الواقف ما يغطسش في المي كل الجسم، لأنه كل ما تعرضه لمدة أكبر هيك رح يصير. ثاني شيء المدة، المدة إنه 5 دقائق ل10 دقائق حمام، مش ياخد نص ساعة تحت الدش. ورقم ثلاث، أول شيء بيعمله بعد ما يطلع ونشف حاله انه يحط المويسترايزر حتى يغطي المسامات اللي توسعت اللي موجوده. طبعا في تفاصيل صغيره شوي كمان، يعني لو بده توسع اكثر انه مثلا ما يستعمل مواد لها ريحه قويه في الحمام، ما يستعمل البابل باث، هاي حمامات الفقاقيع، هاي كلها مواد محرشه بتدخل على الجلد وبتزيد الاكزيما. الفرق حتى لما يطلع وينشف حاله، ما في داعي ينشف حاله هيك، بس ينشف حاله هيك طبطبه، هاي الطبطبه حتى ما يفرك اللي اوريدي توسعوا هيك. هي كلها تذكر انه كل الموضوع خلايا جلده متفسخه عن بعض، ما تزيد التفسخ. هي كل يعني اللي بيفهم هاي بيعرف كل اللي بنتج عنها، من دخول الالرجين لدخول المحرشات للمية كيف وسعتها للمويسترايزر ليش ضروري، كله مربوط فيها. طيب دكتور، في سؤال من مثنى بيحكي هل الاكزيما لها ارتباط بالانفعال العصبي او بالحالة النفسية للشخص؟ هل في هناك علاقة مباشرة بهذا الشيء؟ هاي اكثر مدروسة بالادلتس، بصراحة ما بعرف اذا بالاطفال الصغار حدا دارسها صح، لانه مش سهل تشوفها. لكن ستريس بزيد الاليرجيز وبزيد الاكزيم، بزيدهم مربوطة، بزيدهم، مش هو السبب بس بزيد. طيب في سؤال تاني برضو من مثنى بقول لك، هل هناك علاقة بين الأكزيما والبهاق؟ لا، باختصار ما في. البهاق موضوع مرتبط في خلايا مختلفة أخرى، وهو أوتو إميون ديزيز، يعني الجسم بحارب نفسه. هل ممكن إذا دخل أشياء على الجلد وحفزت الإميون سيستم يتخربط ويبدأ يحارب في نفسه؟ هي موضوع آخر، بس عادة ما بنشوفها. يعني ما بنحكي لمريض الأكزيما أنه أنت عندك بهاق أكثر في المستقبل، لانه الميكانيزم تبع، عفوا دكتور طلع شكله عنده. طبعا احنا بنحكي الان عن موضوع الاكزيما وعلاقته خاصه عند الاطفال، موضوع مهم جدا، موضوع من المواضيع اللي كتير نسألنا عنها من اهالي، عن موضوع الاكزيما شو ممكن كيف نعالجها. حنحكي الآن مع الدكتور، حيرجع لنا إن شاء الله. أعتقد أنه أنا استغليت هاي الفرصة وحكيت للناس كم معلومة وأنت مش موجود. ماشي، إن شاء الله تكون صح. بس إن شاء الله هاي سؤال مهم جدا دكتور، الملابس اللي بلبسوها الأطفال هل بتأثر؟ انت بتعرف في هلا كتير شغلات مصنعه، بلاستيك، نايلون، صوف مصنع، هم كل اللي حكيتهم اسوأ شيء. هذا بلاستيك او بوليستر والصوف، الاشياء اللي بترفع حراره الجلد او بتكون محرشه له زي الصوف. الصوف ما انت لابس ليفه، طيب الصوف مشكله. احسن لباس بس هذا غالي وما في داعي نشتريه، هو الحرير، بس حطه لجانب شوي. الخيار الثاني اللي منطقي هو القطن، القطنيات هي افضل شيء للاكزيما، وتبعد عن اي شيء ثاني.
حتى لو 65% بوليستر ولا 35% بس بولي... باللحظة اللي دخل بوليستر أو صوف الجلد حيظلوا يتحرش، حيظل فيه إريتيشن، فالقطنيات هي أفضل شيء. واضح. طيب دكتور، في شغلات تانية في البيت ممكن نبتعد عنها، مثلا الصابون، انت حكيت عن البابلز باث، هل الصابون ممكن يسبب هذه المشاكل؟ خاصة الآن احنا بنعرف موضوع الكورونا والكل عم بقول لك اغسل ايديك اغسل ايديك، فهدول الاولاد عم بيغسلوا ايديهم 10 15 20 مرة باليوم، هو معه اكزيما، شو رأيك؟ هو حيزيد تحرش الجلد، بس المشكله بدك تتوازن، هلا بدك تحمي من الكورونا ولا بدك تخفف الاكزيما؟ يعني هنا في تضاد عندنا، لانه مجبورين نغسل هنا اكثر بسبب الكورونا، لكن على الاقل حاول تخفف الضرر. تخفيف الضرر هو انك تستخدم اي ماده منظفه مائلها ريحه. نفس الشيء في غسيل الملابس، ماده بتغسل الملابس مائلها ريحه، الداوني او اي شركه، على اساس ما نحكيش اسماء شركات، السوفتنر، مطريات الغسيل، كلها هاي بريحة، فهي كلها شيل لأي مريض إكزيما. يعني تخيل هاي المادة ما أجت على جلده، هاي المادة أجت على الملابس اللي حيلبسها، هتحرش له الجلد، هتعمل له إكزيما أسوأ. فالفكرة هي بالنهاية أي شيء له ريحة بلا. طب هلا دكتور، النقل اللي بدي إياه يا فصل، رجعت تفضل دكتور معك. فهي اللي كل شيء بريحه بلا، والمرطبات او مطريات الملابس كمان لا، والاستعمال برضه ما يكون زايد عن الحد. يعني ماشي انت لازم تغسل ايدك في حاله الكورونا، بس هو حكى لك دقيقتين تغسيل، ما حكى 10 دقائق. مشكله بعض الاطفال انه هو برضه بيلعب بالمي لعب، يعني هو حتى لو لعب بالمي على فكره بدون صابون، زي ما حكينا اثر المي على الفتحات، المسامات اللي بالجلد حتنفخهم. يعني انت هم دائما بيحبوا يلعبوا، بالصيف بيحب يسبح كثير. طبعا انا عندي حاله مريض الاكزيما، بس مزعج برضه للاهل وللي بيسبحوا معاه مرات، انه لازم قبل ما يدخل على البركه تكون مغطي انت بالمويسترايزر. يعني حاطط كميه دهون على كل جسمه، مش على ايديه ووجهه، على كل جسمه، وخاصه الدهون. لازم لما يفوت على الميه الدهنيه، وبعد ربع ساعه ثلث ساعه يطلع، وبعد ما يطلع ترد تغطيه بالماده هاي وترد ترجعه. الأغلبية ما بيعملوا هيك، بس انت هيك ممكن تخفف اثر هاي المواد على الجلد، لانه المويسترايزر هذا بيعمل زي بارير، بيخلي الكلورين او غيره ما يدخل على المسامات. واضح. بس صعب، يعني ايش ما تعمل، عشان هيك نقول ما لها حل، ايش ما تعمل حيظل الاكزيما موجوده، ولكن على الاقل فيك تخفف ضررها. طب تشخيص دكتور الاكزيما، هل هو طريقه كلينيكيه ام هناك فحوصات مخبريه لازم تتسوى؟ ابدا، بس على شكل الرعش، توزيعه جاي في المناطق اللي بتنثنى، ملمسه خشن، بروح وبيجي، او ممكن بعض الحالات الشديده جدا ما بروحش من اصله، لانه هم ما بيعطوه دواء. هاي حنجيها بعد شوي، الفوبيا من الستيرويد، لانه هو اللي يستخدم كعلاج. على الشكل فقط، يعني ما في داعي ياخذ خزعه من الجلد ووديها لمختبر، ولا اضطر احوله على دكتور جلديه عشان يحكي لي انها هاي اكزيما. لا، المفروض اي دكتور يشوف الاكزيما لحاله يعرف انها اكزيما. واضح. طيب نيجي الآن للعلاج، يمكن هذا من الشغلات المهمة، بس قبل ما ندخل في العلاج خلينا نسأل، لأنه هذا يمكن إله بالعلاج، بقول هل طب الأعشاب فعال؟ في ناس بعطوا عندهم فاصوليا بيضاء مطحونة على شكل باودر أو حبات القهوة السوداء، هل سمعت بهاي الأشياء دكتور؟ طيب هم جربوا هل نجح؟ هذا اللي بسأله للي جربوه. مشكلتنا بالطب الشعبي كالتالي، اني انا ممكن اعطي مريض وصفه ويجربها وتنجح، ويجربوها 10 ثانيين وما نجحت، بس اللي بيطلع يحكي هو اللي نجحت معه. طب السؤال، نجحت لانه فعلا فيها ماده معينه كويسه؟ طب اذا فيها ماده معينه كويسه، ليش ما نجحت مع العشرة الثانيين اللي اخذوها؟ فمشكله طب الاعشاب انه ما في عليه دراسات اللي بسموها دبل بلايند ستدي، اني انا اخذت 1000 مريض مثلا كمية كبيرة وعطيتهم هذا العلاج بدون ما يعرفوا شو فيه، ونشوف مين فيهم نفع ومين فيهم ما نفع. حتى الآن ما في علاج مسجل رسميا في أي دولة بالعالم إنه شفاء للإكزيما. شو اللي بصير مع بعض الناس؟ فعلا بجرب شغلة وبتزبط، لسبب بسيط، إنه الإكزيما نص الأطفال اللي عندهم إكزيما حتروح منه بعمر معين،
فانت شو الخلطة السحرية اللي استخدمتها قبل هالشهر من ما انه اصلا هو مبرمج تروح منه؟ هتظبط، هتقول الدواء الفلاني اللي استخدمته هو اللي والله بس شهر وكله راح. هذه من اسباب النجاح في الاكزيما، رب رمية من غير رامي. بس مع هيك انا دائما بحكي للناس الوصفة الطب الشعبي اللي ما ضرر، يعني ما بجيب عشبة ما حدا سامع فيها وبعرف شو ممكن تفيد وشو ممكن تضر، إذا ما في منها ضرر جربها، أنا ما عندي أي مشكلة، وإذا نفعت كمل عليها، ما نفعت ما تضحك على حالك وتضحك على غيرك. فأنا مش ضد الطب الشعبي، ولكن بالتجربة وما يكون منه ضرر، لأنه ممكن تكون بعض النباتات سامة، فمش طيب. منطق أني أحطها على طفل، وخاصة أنه المسامات مفتوحة وأنت يعني بتدخل له مادة لترالي داخل جسمه، لأنه هي حتفوت من المسامات لأنه عنده إكزيما، أو اللي بروح عامل حرق للجلد بيحطوا مادة مثل مثلا اللي انا مرت علي حد بجيب الليمونه وبضله يفرق بجلد الاكزيما فرق. واو. وكل فكرته انه هذا الليمون على فكره بيحرق الجلد حرق، لانه اصلا مفتوحه مساماته، بيعمل مثل الحرق وبعديها الجلد الجديد بينمو. يعني انت ونصيبك، الجلد الجديد بينمو مع اكزيما ولا بينمو من الاطراف اللي ما كان فيها اكزيما وبتروح بقعه الاكزيما هاي؟ نظريا ممكن تروح بقعه الاكزيما، بس انت تحرق وتسلخ جلد طفل عشان يمكن اللي ينمو يطلع سليم، وبرضه بتعرفش لحد ما ينمو حيصير عندك التهابات، تعفن، بكتيريا تدخل على الجسم، يموت من سبسس، شو يصير معاه؟ ما هي مصيبة. يعني هاي حل أنا بقولك يا ممكن يزبط مع بعض الناس، بس لا ينصح فيه نهائيا، لأنه أنت بتحط الطفل في خطر شديد من إشي أسوأ، تروح تحرق لي وتسلخ الجلد سلخ عشان يمكن طبعا. اللي يطيب ده طبعا. طيب دكتور، انت بديت تحكي عن المراهم او الكريمات اللي تستخدم، وحكيت انت لا تصف اي نوع معين من الكريمات، اي كريم موجود في السوق بدون الوان وبدون كيماويات مرحب فيه انه ينحط على الجلد. حلو. هاي الكريمات فقط عشان تسكر المسامات وتخفف من التحرش اللي حيصير، يعني هاي فعليا تمنع ظهور البقعة المقبلة من الإكزيما، بس هي مش علاج بعد ما الإكزيما بين. يعني إذا البقعة أوردي حمراء بتحك الطفل وملتهبة، إذا حطيت فوقها فازلين أنا منعت أشياء جديدة تدخل وتزيد الموضوع سوءا، لكن أنا الفازلين ما حيطيب المنطقة الحمراء اللي فيها التهاب جوا. طبعا الالتهاب ناشئ عن طريق دخول المحرشات اللي هيجت الإميون سيستم، النظام المناعي، وخلته يصير اللون الأحمر هذا، لأنه اللي بصير الجسم بيعتبر انه في اعداء بتدخل، فشو بروح اعمل ريكروتمنت للخلايا، تعالوا حارب. نعم. يوسع الاورده الدمويه هناك وبتيجي خلايا اكثر حتى تحارب العدو الوهمي اصلا اللي الجسم متوهمه. ومرات على فكره ما بيكون عدو وهمي، هو مرات البكتيريا اللي على الجلد كمان هي بتحاول تفوت، يعني برضو مش كله عدو وهمي. هون بيجي دور الستيرويد او الهيدروكورتيزون او البيتا ديرم، اسماء كثيره للستيرويدز. الستيرويد وظيفتها تخفف هذا الالتهاب. بس معلش سؤال دكتور، سوري دكتور، الدهون اللي حكيت عنها او الكريمات هاي هل تدهن على بس مكان الاكزيما ولا الافضل انها تدهن على كل الجسد؟ الافضل على كله، لانه بصراحه انت بتعرفش البقعة الجاي وين راح تصير، لانه الجلد كله معرض يصير عليه بقع. لكن اذا واحد فرضنا انه جلده، يعني واحد صار 6 سنين مثلا وصار له 3-4 سنين اكزيما وبتيجي بنفس المحلات بدون تغير، وصار جسمه كبير، يعني لو بدي احط هذا على جسمه كله بدي علبه فازلين هيك كبرها كل يومين. فاذا هذا اللي احنا اوريدي صار معروف وين الاكزيما عنده وثابته، بحطها بس في مواضع الاكزيما وشوي جنبها، ما في داعي كل الجسم. بس بيبي صغير مش معروف خيره من شره لسه في موضوع الاكزيما وجسمه أصلا مش هالمساحة الكبيرة، لا بغطيه كله، مش غلط، بيكون أحسن. واضح واضح. الآن الستيرويد، أي دكتور أو أي مريض ممكن يسأل دكتوره يحرجه إنه يا دكتور هذا الستيرويد ما إله أعراض جانبية؟ سمعنا بيخرب. صح بيخرب، ما حقول لك عنه دواء محترم وملوش مشاكل، لا بيخرب. وأحد أهم السايد إفكس تبعت الستيرويد حتفاجئك الآن إنها بتخلي الجلد أرق. طب إذا الجلد صار أقل سمكاً شو بصير بالمسامات هاي؟ ما حتفسخ أكتر. فنظرياً الستيرويد إذا بتستعملها كثير ممكن هي تزيد الإكزيما، ومع هيك منقول لك لا، ما عندناش بديل ثاني للأسف، على الأقل في أول سنة بالعمر.
بحكي اول سنه بالعمر لانه بعد اول سنه في ادويه مرخصه ما فيها ستيرويد مسموح استعمالها، بس تحت السنه ما في ترخيص باستعمالها. بعض الدكاتره بيستعملوها بسموها يعني بدون اذن قانوني، هو يعني لو حدا اشتكى عليه حيقول انا من خبرتي بستعملها، بس مكتوب على البوكس لا تعطى قبل عمر السنه وما حد بيستعملها. اذا بدك تمشي بالسليم بدك تضطر تعطي ستيرويد او هيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون حتى تقلل من اعراضه الجانبيه لازم تعرف كم الكميه، لانه اغلب الناس يا بيستعمل كميه هيك على راس صباعه وبتهلي فيها منطقه هيك كبرها على اساس انه ما يصير اعراض جانبيه. شو بصير معنا؟ بصير معنا انه الكميه قليله جدا، بالتالي ما حتشفي ولا حتساعد في الشفاء. طب انت ليش مستعملها اذا؟ انت لا كسبت افكت ولا شيء. بعدها بتقول هاي ستيرويد ما نفع. واذا حطيت كميه كبيره حيمتص الجسم منها بكميه اكبر، وبالتالي انت حتزيد الاعراض الجانبيه للستيرويد على الاعضاء الداخليه جوا الجسم. وكل ما يزيد مساحه الاكزيما على جلد الطفل كل ما يزيد نسبه انه يمتص ستيرويد من اللي احنا بنحطه. وكل ما الواحد يستنى لما الاحمر يطلع وتكون ملتهبه ووارمه والى اخره، انت حتضطر تستعمل ايام اكثر من ستيرويد عشان تشفيها. فاذا انت بدك تستعمل ستيرويد اقل استعمله ذا سونر ذا بيتر عشان انت تعالجها اسرع، فتضطر تستعمل الدواء السيء هذا لمده اقل. فاول ما يطلع الاحمر لازم تستعمل ستيرويد رقم واحد. رقم اثنين لازم مرتين باليوم لا اكثر ولا اقل، لانه مره باليوم عاده ما بتنفع، واذا اكثر من مرتين انت فعليا ممكن تزيد الاعراض الجانبيه، ومش اكثر من اسبوعين. فاحنا بنحكي عن مرتين باليوم مش اكثر من اسبوعين. طب اذا اعطيته لاسبوعين والولد لسه الاكزيما مثل ما هي، انا ما بحكي عن اللي راحت ورجعت، لا لسه هي مثل ما هي نفس البقعه ما راحت، هذا معناته الدواء مش نافع، يعني ما بتستعمله من اسبوعين لانه ما نفع، خلص هذا الغي وبدك دواء اقوى. انا برضو بجن جنون بعض الاهالي انه انا استعمل لسه استيرويد اقوى. هو انت شوف اعراض الجانبيه موجوده للاستيرويد، والاكزيما لها برضو الاعراض الجانبيه الثانيه، بتدخل لك بكتيريا وبتعمل تحسس وبتضيع نوم الطفل، يعني مش انها برضو شغله بسيطه. فانت كاهل وازن والله انت مرتاح انه الطفل عنده اكزيما هيك وبس بدك تستعمل اعشاب ودهون طبيعيه براحتك، لكن ما في إشي بلا ثمن للأسف، يعني ما في علاج يعطى لأي إنسان ما له أعراض جانبية. فإذا بدك تخلص من الإكزيما الفلير اللي حتصير بدك تعطي مرتين باليوم لحد أسبوعين، خلال أسبوعين ما نفع بدك تعطي دواء أقوى ترجع لدكتوره. طيب افرض الإكزيما راحت بعد 5 أيام ما بتكمل أسبوعين، هنا ما بنحكي مثل الأنتي بايوتيك لازم تكمل المضاد الحيوي ويخلص الكورس، هنا أنا بقول بما لا يزيد عن أسبوعين، بس لو خلصت الإكزيما بعد 5 أيام بوقف ستيرويد بعد 5 أيام. الآن مر 4 أيام 3 أيام رجعت، حترجع لأن حكينا ما في شفاء، حترجع رجعت بتعد من الصفر مرة ثانية، مرتين باليوم ماكسيمم أسبوعين بتضلها سايكلز هلا الكمية ككمية، كم الكمية اللي تحطها مناسبة من الدهون تبع الستيرويد. البريطانيين طلعوا في قاعدة حلوة ومثبتة دراسات، يعني هذه الكمية من الراش بكف إيدك قدر كف إيدك بلزمها هذه الكمية من الدواء. يعني السلامية الإصبع السبابة السلامية هذه الكمية، أحط إصبعي هيك هذه السلامية بهذا القدر دهون تحط على إصبعك بتغطي فيها مساحة هيك. أوكي. فبغض النظر عن كبر إيدك كبر سلاميتك حيتناسق مع كبر إيدك. فإذا الطفل عنده مثلا مساحة إحمرار قد نص إيدي بحط له قد نص السلامية تحطها وبتفردها على إيده واضح. أو على الجزء اللي يعني فيه الإكزيما، فهاي هي الكمية الصح، سلامية واحدة لكف واحد من الرش. واضح واضح دكتور. دكتور في سؤال نسأل هلأ قبل شوية، الأنتي بيوتكس وبرضو الكورتيزون حبوب، هل يعطى في حالات الإكزيما الشديدة؟ الشديدة جدا أنا في حياتي ما أعطيته لا إكزيما شديدة، لأنه فعلا استيرويد أنا مثل ما بشجعه ككريم في حالة الإكزيما أنا ضده كحبوب في حالة الإكزيما، لأنه كحبوب أنت بتضرب في الغدة الدرقية الكظرية اسمها الأدرينال جلاند، بتأثر على النمو بتأثر على العظام بتأثر على المناعة بتأثر على مليون شغلة. فإذا حالة إكزيما شديدة جدا والله مرة بالسنة أخذ له كورس 5-6 أيام ما عندي مشكلة،
اما انه كل ما الاكزيما تشتد كل شهر اخذني 5 ايام ستيرويد طفل او ادلت من مكان، اذا بتستعمل حبوب ستيرويد متكرر كل شهر انا برايي مضارها اكثر من منافعها، فالافضل لا. لكن في ادويه اخرى اكثر امنا، وهي عاده بعطوها دكاتره الجلديه، اغلى شوي ولكن اكثر امنا من ستيرويد، وهي عاده الجلديه اللي بيعطوها، او في ابر حاليا طلعت لدواء معين اسمه دوبيلوماب، هذا لسه نازل بالسوق من حوالي سنة، أثبت أنه الإكزيما اللي فيها نوع من التحسس بتكون هذا الدواء نافع لها، بس عادة برضو بيعطوه دكاترة الجلدية مش لا للأطفال ولا طب الأسرة ولا حتى الحساسية بشكل عام. عند الجلدية في أنواع كريمات، في كريم منهم وصل أكثر من $200 إصبع هالقد كبره الكريم. في أشياء في السوق موجودة، ولكن المشكلة بصراحة كل الأدوية الجديدة الفعالة سعرها غالي جدا، ومش شرط يكون التأمين بيغطيها، فإحنا مجبورين نلعب بالأشياء اللي يعني ضمن المتاح. مثل إذا مش ستيرويد والطفل عمره فوق السنة، في كريم اسمه إليدل بروتوبيك، هذول الكريمات ما فيهم أي هيدروكورتيزون نهائيا، ممكن ينعطوا بأمان بعد عمر السنة ويكمل عليهم الطفل، وممكن حتى يأخذهم كل يوم لثلاث أربعة أشهر مش مشكلة. بالتالي هذول بيفيدوا في حالة انه اذا الاكزيما بترجع بسرعة، بدل ما ضل اعطي ستيرويد وبس استراحة يومين، ممكن اعطي الاليدل لطول الثلاث اشهر واخفف بهاي الحالة من استعمال ستيرويد. واضح. الانتي بايوتيك بتفيد في حالة واحدة فقط، اذا التهب الجلد، يعني واحد عنده اكزيما من كثر الحك دخلت البكتيريا وعمل عنده التهاب بكتيري فوق الاكزيما. على فكرة ممكن يصير عندك التهاب فطري فوق الاكزيما، والتهاب فيروسي هيربس فوق الإكزيما. هاي الحالة أنت بدك تعالج الإكزيما بأدويتها، وكمان مضاد حيوي أو مضاد فيروسي أو مضاد فطري مع الإكزيما، بس مش إنه الفطريات دواء الفطريات أو دواء الأنتيبيوتيك. والله أنا كل ما يصير عندي إكزيما بستعمل هذا، شو اسمه، في كريم في ثلاث مضادات حيوي بيبيعوا بالسوق، بشتري أوفر ذا كاونتر بستعمله، لا، هذا الدواء ما حينفع لعلاج إكزيما، هذا بيعالج الالتهاب اللي حصل البكتيري، وبعديها لما نتعالج الإكزيما حتضل محلها، يعني هم بيكونوا شغلتين مع بعض. طب شو رأيك دكتور؟ البوليسبورين، البوليسبورين، يس. الفوتوثيرابي اللي هو بالضوء، هذا بالضوء لبعض الحالات ومش لكل، في أنواع معينة بتستجيب له، وبرجع بحكي هاي بتكون يعني تخصص سبيشال بالديرماتولوجي بالجلدية، هم بس اللي بيقرروا هيك شغلة، ففي بعض الحالات ممكن يساعدها. طيب في سؤالين سريعين، ما هي أخطر أماكن تضرب الأكزيما للبالغين، وهل يعتبر مرض معدي؟ عمره أبدا ما بيكون معدي، بس إذا صار التهاب بكتيري على الأكزيما، البكتيريا هي اللي معدي للثاني، يعني هو حيعدي الثاني بالبكتيريا بس ما حيعدي بالأكزيما، الأكزيما ما فيها عدوى، لأنه مرض زي ما حكينا الخلايا هيك ما لها علاقة أني أنا أعدي، مش بكتيريا اللي عملتها. أكثر مكان بضرب هي زي ما حكينا ستيل بضلهم المناطق اللي بينثنوا، ولكن إذا إكزيما شديدة جدا ممكن تلاقي بعض الناس هتتو، حالات الصعبة جدا كل جسمه بيكون إكزيما، وهي أصعب علاج، وهذا اللي لازم يتحول للجلدية ويأخذ حبوب، يفضل برضو مش ستيرويد لكن في حبوب ثانية بيعطوها برضو إلها مضارها يعني، لكن برأيي الشخصي أقل ضررا من الستيرويد. في ناس حتى بيصلوا يأخذوا إبر للإكزيما بالحالات الشديدة جدا وممكن تخفف منها، ولكن هاي كلها بتكون عدد عبر عيادات الجلدية، يعني هاي أصعب شيء أنت بالإكزيما لما دكتور الفاميلي ما زبط معاه والأطفال ما زبط معاه والحساسية مالك حساسية، هي الآخر ستيب هي الجلدية. طبعا في سؤال بيقول هل يتم تسجيل القادمين الجدد ضمن الأمراض الخطرة؟ لا، الإكزيما أبدا عمرها ما كانت خطرة، لأنها لا تعدي وما بتأثر غير على صاحبها، أما إذا كان التهاب بكتيري او دخل صار معاه شغله بسموها امبيتايجو، الامبيتايجو مرض بكتيري معدي جدا، يعني مجرد لمسك لايده وهو عنده المرض هذا انت حتنعدى. البكتيريا هنا المشكله مش الاكزيما، يعني شغله ان توب اوف سمثينج ايلس. طيب شو نصائحك دكتور في النهايه لمرضى الاكزيما او لاهل المرضى، يعني بشكل عام تعرف انت اذا كان صغير للاهل واذا كان كبير للشخص نفسه؟ بشكل عام نبلش من الولادة، أي أسرة فيها حالات إكزيما بدك تفترض أن الطفل القادم الجديد على الأغلب حيصير معه إكزيما، برغم أنه هو فعليا حيكون نسبة 10-15% انطارت، لكن بدك تفترض الأسوأ،
مويسترايزر بأي مرطب ما له ريحة ينحط على الجلد من الولادة، يفضل لكل الجسم، بتغطي بهاي الحالة المسامات، بتخص له طفل الأظافر حتى من هو صغير حتى ما يحك حاله بصورة شديدة. بتبدأ بالأكلات اللي أنت متوقع يصير إلها أليرجي، هي أكثر إشي الحليب والبيض والبينات، من عمر 4 لـ6 شهور فور ما أصبح هو قادر على الأكل. بتكمل بالمويسترايزر على الأقل لعمر 2 سنين إلا إذا ما طلع عليه أي راش ولا إكزيما، ساعتها ممكن توقف على 1 سنة. الأكل اللي بديته على عمر 6 شهور مثلا مثل الفستق أو البيض أو الحليب ما تبدأ مرة واحدة وتبطل، هاي من الأغلاط برضو الثانية اللي بتزيد الفود أليرجي. إذا بديته وجربته وما صار شيء معناته مبروك، ابنك ما عنده بينات أليرجي أو ما عنده حساسية للبيض. كمل الآن على الأقل 2 لـ3 مرات في الأسبوع بدك تعطيه من هاي الأكلة، ويكمل عليها لعمر 2 سنين. بهاي الحالة أنت بتبني المناعة داخل الأمعاء بدل ما تبني حساسية عن طريق الجلد. الأدوية المستخدمة الستيرويد ما بيضر بدرجة كبيرة إذا استعملناه بطريقة صحيحة، 2 في اليوم، مقدار سلامية للكف مش أكثر من 2 أسبوع ولا بعض، وإذا احتاج أكثر من 2 أسبوع معناته الدواء مش نافع، يحول لدواء أقوى. كل هذا عملته وما نفع بدك تحول على الجلدية. إذا بتحمم ما نحكي زي بعض الناس بقولك حمم مرة بالأسبوع عشان ما يزيد الإكزيما، ما هو برضو هيك بزيد عليه البكتيريا الضارة وبصير عنده التهابات أكثر. فلا، حممه كل يوم ما عندنا مشكلة، 5 لـ10 دقائق لا أكثر. الباتنج بسموه، بتطبطب عليه هيك وقت التنشيف بدون ما تفرك. لا تستعمل أي مادة لها ريحة قوية لا في الصابون ولا في الشامبو ولا في غسيل الملابس ولا في المرققات أو المرطبات تبعات الملابس اللي بيستعملوها. وحاول قدر الإمكان أنه ما تتغاضى عن الإكزيما وتفكر أنها هي حتروح لحالها فما في داعي أعمل شيء، لأنه الطفل فعلا بتعذب منها وما بنام كويس منها، وبتأثر على حياته وبتأثر حتى على نفسيته. الخوف الزايد من الفود أليرجي في حالة الإكزيما غير مبرر. أعطي الأكل، طلع عنده أليرجي هيعرفنا، ما طلع أنت عندك الآن فرصة ذهبية تمنع حصول هاي الأليرجي عن مرضى الإكزيما. هاي هي الأمور الرئيسية اللي لازم يعرفوها الناس في الإكزيما. الله يعطيك العافية دكتور، مشكور كتير. بذكر الجميع أنه دكتور يعني أحمد عنده كلينيك اسمه كناتا أليرجي كلينيك، موجود في منطقة كناتا في مدينة أوتوا. من اللي حابب طبعا يتواصل مع العيادة ويأخذ موعد إذا لا سمح الله عنده أي أحد الأمراض وحابب يعمل استشارة. والإلرجي مغطى من الأهب معظم الشغلات، صحيح دكتور؟ الإلرجي الفود والإنفيرمنت كله مغطى، والفحص الإكزيما كله مغطى. في شغلة ممكن تفيد الأهل مرات، بعرفش أنا مش مكتوب عند الويب سايت عندك، أنا الويب سايت دكتور أحمد دوت سي اي، يعني مكتوب كلها دكتور دي أو سي تي أو آر AHMED.CA. يفتح هو على موقع العيادة تحت البيرنت هاند اوتس او بيرنت انفورميشن، في هاند اوتس بتقدر تطبعها بي دي اف او تخزنها بي دي اف، في عن الاكزيما وفي عن هاو تو انتروديوس ذا اليرجيك فود، كيف تبدا بالاكل اللي ممكن يكون عامل حساسيه للطفل او يعمل حساسيه له، خصوصا في مرضى الاكزيما. مشروح للناس بالضبط انه اللي عنده اكزيما شديده، لانه عنده اكزيما شديده بلش بدري ما تاخر الموضوع. هذا كله مشروح في الهاند اوتس اللي معموله للمرضى على الويب سايت، يعني فيهم يطلعوا بي دي اف منه ويطبعوها ويخلوها عندهم. دكتور احمد دوتسي، دكتور احمد دوتسي بالضبط زي ما هي، هي دي او سي تي او ار اي اتش ام اي دي دوتسي. اوكي، واعتقد اذا عملوا جوجل لكناتا اليرجي كلينك هي مربوطه بنفس الموقع، يعني ممكن يطلع لهم نفس الموقع عن طريق اسم العيادة برضو. بيرفكت. بشكرك كتير دكتور باسم كنار تي في وباسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا. حلقة جدا مهمة وفعلا يعني من الأمراض اللي نتساهل فيها أحيانا، ولكن قد يكون علاجها وكيف نساعد أطفالنا بشيء بسيط جدا بمعلومات بسيطة. بارك الله فيك، بنقول لك كل عام وانت بخير. لجميع مشاهدينا كل عام وانتم بألف خير. نراكم بعد ساعة وربع إن شاء الله في حلقة مميزة مع الدكتورة دعاء، حنتكلم عن مهنة البروجكت مانجمنت، فكونوا معنا الساعة 9:15، مش 9:15 يا جماعة. السلام عليكم، تصبحوا على خير.